بقول ايضا ان انا عاده اي نجم بيبقى شغل شويه في شركه تيليكوم، بعد كده اشتغل في شركه المنافسه، بعد كده رجع، بعد كده راح. انا بفتكر ان انا ما قلعتش تيشرت اتصالات من 2016 الحمد لله، وبتشرف كده ومع بعض دايما، وثقه في الله دايما نجاح. اتصالات نمبر 1، اتصالات اقوى كارت في مصر. السيد مدير الاوتيل، انا عارف ان غصبا عن حضرتك، ها تعالى يا حبيبي. ليه عايز تقفل الصوت؟ ليه مستقصديننا؟ ليه انا عارف امر جاي لحضرتك، اقفل عشان محمد رمضان موجود. اسمع مني، انا عارف بقول لك ايه. ليه؟ ايه السبب؟ عايز اعرف سبب واحد.